خمس سنوات داخل معتقلات الحوثي يقضيها الأسير أسعد العصيمي، تجرع خلالها أشد أنواع التعذيب والإهمال والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية مارسته جماعة الحوثي بحقه. بهذا الحال على هذا الكرسي والجروح المؤلمة يخرج أسعد من سجون الميليشيات يتنفس الحرية من جديد، لكنه مهجرا بعيدا عن أهله وأطفاله الذي غاب عنهم طويلا، ويعود بجسد لا يقوى على حمله وحال لم يعهد وإن عاشه من قبل بهذا الشكل. والله وضع الصحي سيء جدا، سيء جدا، مشلول، لا يحس أي حاجة ولا هو داري بأي حاجة، المهم ما معله الكلام، ولا الباقي كله أموره يعني مدهورة جدا، وأسرته كذلك ما بيش معه أحد أصلا هنا، ما بيش معه أحد، ما بلو أنا. أرجو رجاء أن يهتموا بأخي هذا الضعيف هذا الأجل، حالته صحية مدهورة، مارست ميليشيات الحوثي الإرهابية أساليب تعذيبية مختلفة بحق الأسير العصيمي، أصابته بشلل نصفي إثر إصابات بالعمود الفقري وتوقف بإحدى كليتيه عن العمل نتيجة سحب سوائل لخارج جسده ومجارحة خاطئة وإهمال طبي، إضافة لأمراض أخرى أصيب بها داخل السجن. نطيح الفراش، لا أستطيع التحرك، لا أملك حتى أدنى مقومات الحياة، كل شيء تدمر فيني، يعني أعاني من إعانات لا يعلم حدها إلا الله عز وجل، وليس أنا الوحيد الذي خرج من سجون الحوثي وهو يعاني من تلك المعاناة، بل الكثير قد عانوا وصبروا وتحملوا، منهم من فارق الحياة، ومنهم من شلت أعضاءه جميعا، ومن فقد الأمل بالحياة بالمرة. المعاناة كثيرة والآلام كثيرة، ومن عاش عند الحوثي أو دخل سجونهم كان نصيبه ألا يخرج من هذه السجون إلا وهو مشلول الحركة أو لديه عاهة لا يمكن يعني معالجتها، يعني تعذيب لا يوصف، يعذبون أسوأ التعذيب، يعاملون المعاملات التي لا يمكن أن يعاملها حتى اليهود أنفسهم، لا يمكن أن يعاملون أسراهم ومعتقليهم بتلك المعاملة التي يعامل فيها الحوثيين. حوثيون أصحاب حقد وغل وبغض وكره للناس جميعا، لا يرحمون أحد، لا يستثنون أحد، من دخل عندهم أو وصل إلى أيديهم يعني سلطوا عليه كل أنواع التعذيب وكل أنواع الجرائم. خروج أسعد بهذا الحال من سجن الميليشيات لم يكن الأول من نوعه تمارسه الجماعات الحوثية بحق السجناء ومعتقلاتها، فهناك مئات الحالات انتهى بها الحال بشلل نصفي وأمراض مزمنة وخطيرة كحال الشنفي والمعمري ومنير الشرفي وغيرهم الكثير من المختطفين، فيما فقد آخرون حياتهم داخل سجون الميليشيات نتيجة التعذيب الشديد والإهمال المتعمد. لا تعطي ميليشيات الحوثية الحرية لأي معتقل إلا ومنحته حياة مليئة بالأمراض والآلام لا تقل عن ما يلاقيه في سجونها. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، مأرب.